سالفة انه في احد غير حظي، في احد سرق حظي، في احد سرق طاقتي، في احد سرق سعادتي، في احد سرق الحب اللي عندي، في احد، شوف بقول لك شيء، اذا انت كنت محظوظ بعدين في كنت كذا يعني السنة هذه محظوظ بعدين في احد سرق الحظ حقك، احب اقول ترى ما كنت محظوظ، ترى انت يعني في شيء فاهمه غلط في الموضوع. ما احد يستطيع انه يسرق حظك، ما احد ابدا يستطيع انه يسرق حظك. انت تستطيع انك تقرر انك انت تكون منحوس وافكارك سودة وحظك اقشر ونفسيتك تعب. انت تملك كل لوحة التحكم، كل لوحة التحكم موجودة، انت عاد تعطيها الجيران، تعطيها شريك الحياة، تعطيها امك وابوك، تعطيها احد في الشارع، ولا تحتفظ فيها لنفسك. وبعدين عاد في لوحة التحكم فيه مثلا زر الحظ وزر النحس، كل الخيارات موجودة، عاد انت تعطيها احد ويضغط النحس بعدين تقول هذا هو اللي سحب حظي. لا لا لا، مو هو اللي سحب حظك، انت اللي عطيته لوحة التحكم، انت اللي بدأت وعطيته لوحة التحكم. بس ما في احد يعني يملك انه هو كذا يتحكم فيك ويسرق ويعتدي، لا ما في.